أنا عندي مشكلة، أنا مطلقة من فترة، الحين تقدم لي شخص محترم بس خايفة من التجربة. قيسيها دانا بالعقل، لا مو بالمشاعر. مو إنه بتزوج عشان بحر زوجي الأولاني، إنه أنا تزوجت كاهو حياتي ماشية صح وكل شيء أوكي. لازم تقاس، شوفي زوج زين أخلاقه، راتبه، مدخوله، حياته، طباعه، هذه الأشياء المهمة. مو إنك تتزوجين بعد ما أنت قعدتي فترة مطلقة. ترى ما رأ... ترى الزواج أوكي قسمة ونصيب، لكن إذا الله ما يرضى إن إحنا ندخل شخصيات سيئة حياتنا عشان مجرد إن أنا أكون متزوجة قدام الناس، لا. ممكن إنسان يعكر حياتك بدل ما يدفعش للأمام. ثانك يو محمد، عليكم السلام همس.